مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم بلد شادو حلوه جدا جدا جدا. طبعا كلكم عارفين ماركه ام ان وقد ايه هي ماركه في الاسعار مناسبه جدا لجميع الناس، وفي الكواليتي بتاعها حلوه قوي 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 برضو، مش وحشه ولا اي شيء من الكلام ده. بصراحه انا استخدمت التحفه دي وكانت حلوه قوي 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 معايا، وفرحت جدا اني استخدمتها، عجبتني قوي قوي. بصوا، هي فيها تقريبا 40 لون، حاجه زي كده تقريبا. استنى كده نتاكد من المعلومه. فيها 40 لون. اي شادو تحفه تحفه فنيه بجد. قد ايه سعرها حلو، قد ايه سعرها مناسب لينا كلنا. بصوا بقى، شايفين الالوان الجامده دي؟ بصوا، شايفين البيجمنت بتاعها روعة روعة بجد. الألوان بتاعتها، بصوا دي الألوان اللي هي مديه على حاجات مذهبات، تمام. شايفين اللون الفوشيا بقى في شايفين البيجمنت يا بنات عامل ازاي؟ حلو قوي 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 قوي، يعني بجد تحفة. بصوا تعالوا كده سريعا نتفرج على الألوان بتاعتها واحدة واحدة كده. شايفين المنت جرين اللي فيه لمعة ده حلو قوي، درجات البني والشمري فيها حلوة قوي 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 قوي، حلوة قوي اللون ده قوي قوي بجد، يعني جدا تحفة. ايديا باظت. شايفين الأحمر مط بقى ومذهبات، اللون ده حلو قوي يعني. بصوا، مش مدي، مش زهري ومش درجات البتنجان الغامق كده، هو لون غريب ميكس كده ما بين الدرجتين. طبعا اللون الذهبي، شايفين اللون الذهبي كمان حلو قوي قوي. عجبتني جدا، سعرها مناسب لنا كلنا. اللي عايز يعرف انا جايبها منين وبكام ممكن يكتبلي في الكومنتات وانا هرد عليه، مفيش مشكله. بس قولولي بقى، قولولي ايه رايكم. طبعا كان فيه هنا فرشه، بس انا بصراحه شلتها لاني مش بستخدمها. دي الارقام بتاعت الدرجات زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين كده، دي الارقام حلوه قوي. عجبتني جدا بصراحه، خلتني استغنى عن حاجات كتيره قوي 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 قوي. هتمشي معاكم بقى خروجات، تمام، جامعه، تمام، حاجه في السريع، تمام. فيها كل اللوكات، فيها كل الدرجات، فيها كل الالوان اللي انتوا ممكن تلبسوها. اعتقد فيها كل الوان اللبس بتاعنا، وجميع الالوان دي تمشي على جميع اللبس، فيها كل حاجة. يعني من الاخر، البلد دي هتوفر عليكي كذا حاجة وكذا بلد وحاجات كتيرة بصراحة. ممكن نشتريها طبعا. فيها حاجات ممكن تمشي بليشر، فيها حاجات شادو، فيها حاجات جليتري جدا فوق العين وتحت عند خط مدمع العين كده، هتبقى حلوة جدا مع جميع الناس. بصراحة شايفه ان هي مناسبه، شايفه ان هي عمليه جدا، شايفه ان هي مسهله علينا حاجات كتير. شكرا شركه ام ان بجد، يعني شكرا على الحاجه الحلوه دي. طبعا ده العادي ان احنا متعودين منكم على الكواليتي الجامد ده. بصراحه عجبتني، ومن الحاجات المفيده بالنسبه لي، عشان كده طلعت اعمل ريفيو عنها. ولعل وعسى اي حد محتاج يشتريها تبقى كويس. انا بالنسبه لي كانت كويسه، انتوا بالنسبه لكم ممكن لو حد جربها يكتب لي كانت كويسه ومناسبه معاه ولا لا. فيها 40 لون يا بنات، حاجات كتيره بقى، بس انا بصراحه حبيتها جدا، حبيت الالوان بتاعتها قوي 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 قوي. اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين تعرفوا سعرها وعايزين تعرفوا انا جايبها منين، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، واشوفكم في فيديو جديد مع ريفيو جديد ومنتج جديد. سلام.